38 منحة 7 أنفار، عائلة مكونة، كل واحد يروح يشتغل لحاله، وأنا واحد منهم. أنا رقد دباب، مشتي شاهين نفسي عند أحد، أنا رقد دباب بالحلال. يا روي روي والله بكبير خطيب. تعالوا نحن مع بعض، لا معنا خصوصيات ولا معنا دي. طبعا مهنة تجارة الخردة والمواد معادة التدوير هي مهنة الأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل، وعلى الرغم من خطورة البحث عن هذه المواد التي يقومون بتجميعها بين أكوام القمامة، إلا أنهم يحصلون على أجر قليل، وأكثر العمال هم الأطفال للبحث عن ظروف معيشتهم ولأسرتهم. ولا شيء. كم لا 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 لا.